صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا فنعم الماهدون، يفسر بعضهم الماهدون بأنهم الملائكة الذين أمرهم الله جل وعلا بذلك، وبعضهم يقول المراد به الله جل وعلا وجمع ذلك للتعظيم، فأي القولين أقرب للصواب؟ كلاهما صواب، كلاهما صواب. فالله جل وعلا هو المدبر والآمر والخالق، والملائكة مدبرون بأمر الله جل وعلا، فهو الخالق والملائكة تنفذ، عباد مأمورون ينفذون ما أمرهم الله ويفعلون ما يؤمرون. نعم، فلا تنافي بين القولين. نعم.